السلام عليكم. مباراة مانشستر سيتي ضد ايفرتون اليوم. الوضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منها كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع. مباراة هامة في الدوري الانجليزي ستجمع كل من ايفرتون ومانشستر سيتي في البرميلج في موسمه المثير الرائع في الوقت الراهن. ومانشستر سيتي يعود الى مباريات الدوري الانجليزي بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية وتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه. ويعاني مانشستر سيتي بشكل واضح هذا الموسم في البرميلج وتعادل في المباراة الأخيرة التي جمعته مع كريستيال بالاس، ويطمح أن يكون الفوز بمونديال الأندية دافعا للعيب الفريق لتصحيح المسار والبداية مع مباراة إيفرتون. أما إيفرتون المعاقب بخصم 10 نقاط استفاق من الخصم وحقق سلسلة من النتائج الإيجابية جعلته يهرب من مراكز الهبوط، ولكنه خسر في المباراة الأخيرة أمام توتنهام ويهدف للعودة إلى النتائج الإيجابية من جديد أمام مانشستر سيتي ليواصل التقدم في جدول الترتيب للبرميل هذا العام. بنتمنى التوفيق للفريقين ومشاهدة ممتعة لحضراتكم، ونرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منها كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع.